سيدنا محمد. أنا المواطن سفيان محمد حسنين أبو عوض، معي 4 أبناء وأنا زوجتي 6. والله المي الأمور صعبة، يعني أنا بتغلف في المي، يعني يمكن في جامع الاستقلال يمكن 1 كيلو 2 كيلو، ومرات أولاد بروح وبيجوا مهلوكين، وأنا عندي بخلوهم يروحوا بدل مرة مرتين ثلاثة، بشيلوا بالقلال الصغار، بيديروا في القلن وفي الدلو، يعني الأمور صعبة صعبة صعبة، بس الحمد لله رب العالمين. والله لما نشوفتك وعبتوا له مي حتى انبسطت وارتاحت نفسيتي وريحت أولادي، والله يريحكم والله يكثر خيركم على العمل اللي بتعملوه هذا. والله بالنسبة لك لما أجتنا المي إيش بدي أقول لك، شعرت بالفرحة وأكثر من فرحة كمان، الحمد لله رب العالمين. والله سبحان الله الأمنية تبعتي يكون هيك المحطات يكون قريبة علينا وتكون أكثر وتوفر لنا المياه عشان نعيش في عيشة هيك حلوة ونرتاح. والله سبحان الله إيش نعمة غير يفتح، والمي دائما سبحان الله إيش هي حياة الروح المياه. وإن شاء الله كتر خيرك وتقربونا أكتر أكتر يكون جنبنا، وإن شاء الله خير. بشكر من كل مش عدد كل فلسطين، بالنسبة للشعب الأندونيسي كتر خيره ورب ما هيك يجزيه الخير، وكل في ميزانية حسناتكم والله كتر خيركم ويطول في عمركم يا رب. كريمة كثير ألف شكر وكتر الله خيركم على اللي بتعملوا معنا. كريمة كثير بارك الله فيكم، شكرا لكم. كريمة كسيه شكرا على هذه المايه.